What do you think about FXG in 30 seconds, please? They are not in the best state they should be in right now, صراحة. But I don't think they are far away from their يعني perfect scenario. أعطيهم فرصة للسبلت الثاني إن شاء الله يحسنوا من مشاكلهم كلها ويحسنوا أوضاعهم. ويعني whatever اللي صاير عندهم صراحة في الستاف وكذا هذا أكيد حيأثر عليهم، وما أدري إيش المشاكل اللي بيواجهوها، بس أعطي لهم وقت عشان أصلح المشاكل.